يشهد حاليا محيط مستشفى السلط الجديد تجمعات من أهالي وذوي المتوفين بنقص الأكسجين احتجاجا على ما وصفوه بالتقصير الحكومي بمرضى كورونا. وللوقوف عند هذا الخبر ينضم إلينا من أمام مستشفى السلط الجديد مراسلنا إسماعيل السلاوي. أهلا بك إسماعيل، ما هي آخر التطورات لديك من أمام مستشفى السلط؟ محمد، صباح اليوم هدوء حذر كان حول المستشفى في محيط مستشفى السلط، لأن دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أهالي السلط عموما بإعادة الاعتصام أمام المشفى عند الساعة الرابعة، وهذا ما فعل أو هذا ما حصل بالفعل. الآن وبعد دخول ساعة الحظر ما زال الشبان من عموم أهالي السلطة يجتمعون ويعتصمون أمام المشفى، طبعا بعد أن قابلنا العديد منهم. الآن المطالب والهتافات تجاوزت فكرة توقيف مدير المستشفى، ومن معه إنما الآن مطالب بإقالة مطالب الشبان طبعا هنا إقالة حكومة الدكتور بشر خصاونة، وخاصة كما يقولون بعد الجلسة الطارئة التي لم تؤدي ما كانوا يعني يأملون به جلسة مجلس النواب، لذلك ما زالوا يعتصمون وما زالوا يطالبون بمطالب تجاوزت فكرة فقط المحاسبة المقصرين بقضية مستشفى السلط الجديد. أما بالنسبة للمستشفى الميداني الذي وصل المستشفى السلط صباحا، يحوي هذا المستشفى ثمن أسرة من العناية الحديثة، قال لنا الدكتور علي العبدالله مدير المستشفى الجديد الذي تسلم مهامه صباح اليوم، قال لنا بأنه ما زال تحت التجهيز ثمن أسرة للعناية الحديثة مجهزة بأحدث التجهيزات. وبالنسبة لداخل المستشفى قال لنا الدكتور علي بأن الأسرة الآن المشغولة 139 سريرا من العزل المتوسط وما بين العزل المتوسط والعزل الحثيث، ستة منهم في العناية الحثيثة من أصل 139 سريرا. حتى هذه اللحظة كما تشاهدون تجمهر واعتصامات أمام المستشفى، ويستمرون الشبان كما يقولون من أمام المشفى لرمزيته بسبب ما حدث يوم أمس من حادثة نقص الأكسجين، ويقولون بأنهم سيستمرون حتى تحقيق مطالبهم بإقالة حكومة الدكتور بشر الخصاونة. هذه الصورة من هنا. محمد، الكلمة لك من أمام مستشفى السلط مراسلنا إسماعيل السلاوي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.